مرحبا فيكم في ترند. يحتفل العالم في 12 من أغسطس من كل عام بيوم الشباب الدولي، وتشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء بهذا اليوم اللي يأتي هذا العام تحت شعار تحويل النظم الغذائية لابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب، في سياق فخرها واعتزازها الدائم بعطاء أبنائها من الشباب الوطني المبدع وتقديرها لسهاماتهم المثمرة كشركاء فاعلين في مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية الرائدة والمستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. قدر الفنان التشكيلي السعودي عبد العزيز سلامة لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي برسمه لوحات فنية على الفواتير، ويقول عبد العزيز: جاءت الفكرة من خلال إيماني بأهمية ممارسة الرسم والتدريب في كل مكان، ومن هني جاءت فكرة الرسم على الفواتير كونه من رواد المقاهي بشكل يومي. بعدها استحسن الفكرة اللي لاقت انتشار كبير ودعم من كافة متابعينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تبي تعيش لمدة عام في محاكاة لحياة البشر على المريخ؟ إذا أنت مستعد فالمريخ يناديك. هذه العبارة اللي تضمنها إعلان وكالة الفضاء الأمريكية في بيان لها بأنها تبحث على 4 متطوعين راح يستلمون رواتبهم مقابل قضاء عام كامل في بيئة منعزلة تماماً لمحاكاة العيش على المريخ، ويقضون 365 يوم في وحدة مريخية تبلغ مساحتها 1700 قدم مربع. ومن شروط التقديم أن يكون عمرك ما بين 30 و 55 سنة، وتتمتع بصحة بدنية جيدة، وما تعاني من مشاكل في النظام الغذائي ولا تعاني من دوار الحركة. وما زلنا في عالم الفضاء، ومع خبر آخر تفاعل معه عدد كبير مرتادين منصات التواصل الاجتماعي مع إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية يحمل بيتزا وأجبان والعديد من المواد الغذائية والأطعمة عشان يستمتع فيها رواد الفضاء، والشحنة كانت تزن 3700 كيلوغرام، ومن المترقب أنها توصل اليوم. سجل صياد أمريكي رقم قياسي بصيد أضخم سمكة شبوط، وهي ثامن سمكة بوزن قياسي يتم صيدها، ووزنها فوق التوقعات وبلغ حوالي 47 كيلوغرام. الصياد تأهل لتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس في صيد الأسماك بالقوس والسهم، وذكر للعديد من المواقع الإخبارية أنه تمكن بصعوبة من سحبها بعد ما أطلق عليها سهمين، وصاد التصدمة بعد ما شاف السمكة فوق الماي بسبب حجمها العملاق وما كان بيقدر يسحبها لو ما كان صديقه معه. تفاعل الكثير من مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد محبين صيد الأسماك مع هذا الصياد وكثرة التعليقات الحلوة عليه، وقالوا إنه محظوظ وايد. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل لا نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV & Radio. مع السلامة.